الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نبلغ دساكين مكتب ربي باش نبدو عيون الموضوع. اسم فقه التربية، أي غير اسم فقه التربية، خاطر لي ونحدث النبي صلى الله عليه وسلم إناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث الذي صحى يصوته الإمام البخاري أو كذا الإمام مسلم، الحديث صحى 100%. الفقه أي وردنا العلم، خاطر إذا تضيون هذه سعو المعلومات، المعلومات ثورة سجل إذا من بوسع إذا من الإنترنت المعلومات سهلت تقيم الدخان أتكونيكتي ضد دوتا كل المعلومات إذا بغير تكتب في دي فغني ظلي أنت تفغن غسا أتصغر سهل. ولكن الفقه أعمق من العلم، الفقه أعمق من العلم. لذلك العلماء الناد العلم يتصل بكثرة الرواية، أما الفقه يتصل بعمق الدراية. فقه ثورة نفذو ذي المقدمة أدنيني أهمية التربية، أهمية التربية المعنى سيد المفكين ذي شو بوزالي ساعة ربي زرمية مثلا باش هذا نفكر بلي الساعه مازال الانبياء والرسل اكو يمشي على سيدي ربي برمي الاهداف ساعة الترقية ساعة الرسالة يبلغوا الرسالة. سيدنا يوسف يبلغ الرسالة، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، اكن ملان الصواظن ذي مشي عن الصواظن الرسالة يسدي فيك ربي القوم نسن ام كليون يسال قومينس. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم النبي انقالو اشقايك ربي تخلقي في مره اكن مثلا خاطر ربي ديال القران الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ماشي يون القوم نغيون بذروم نغيون يوث انت داتنا خاطي اناد العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ولكن ذا الانبياء سعى وظيفه التربيه ادفتر الدليل ربنا مثلا في قوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. شو معنى الايه كذا؟ معنى ربي يشجع النبي صلى الله عليه وسلم ذي النبي ذي الرسول، ولكن ذي القوم ذي ديوسا بعد رساله عالميه العرب اميون لا يقرؤون لا يكتبون، ولكن ذا رسولا منهم يعني سيكسن. شو المعنى السيكسن؟ ذوين السنن، سنن طبيعه، سنن السيراس، سنن امشي كتايشي، امشي كخدم تجاره، امشي كسمسلاي، امشي زران كل شيء. لذلك ناد رسولا منهم، معناه معروف لديهم. يا اخي تحصى من فيه صلى الله عليه وسلم امشي ذا السمان، سمان الصادق الامين، ذوين يسعى الصدق، ذوين يسعى الامانه. وكيت وسن الطريقه ياكي قبل في غرض النبي ذا الرسول الصادق الامين، اذا فهو معروف لديهم. ولكن مدينة رسول منهم يتلو عليهم اياته، يتلو ايات الله القران الكريم يدين سلفلس الى قيتلوه ولا قراثي فارثي غوم خاطئ. لذلك رب سبحانه وتعالى
لناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا غير تشيوين من قرص قبيلة انتر بارنتاز أي غرس السوال يا أيها الرسول غير يا أيها النبي يكل الأنبياء مزورة مرس نسيول سيسمى وننسم ذلك يخطر من قال القرآن إلى قد سر البلمغ في موضع النداء مرس نسيول سيسمى وننسم مثلا أدم زوير سيما مثل غمزوير آدم وآدم ذي النبي إن يا ربي يا آدم اسكن يا آدم سيسميس اسكن أنت وزوجك الجنة يبلدر إبراهيم إناس يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا سيسميس يروح سيدنا موسى إناد إناس يا موسى إني استفيتك على الناس ذا سيدنا عيسى إناس يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي سيسميس يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا موسى إني أنا ربك يون يون مدي وضع ربي صلى الله عليه وسلم إما سيني يا أيها النبي أكا سنبوة والتشريف أما سيني يا أيها النبي ما يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صافي هو مبلغ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة أشي مدي دي في درسي يا ربي ذاك الحكمة لصاجس أخذت ربي صرا مثل الرسالة تجهد صحة والسميرة لا تصور سي مثانا مثل غفل صاجس الحكمة أي غرسي يثمتي النظر في تجدي في النظر ما ريحين أمغار أزمني يا خاكا أمغار أزمني يعاش دي الزمان يسعى أن ستاتو سبيسيال داخل المجتمع أم غرز مني أما داخل توشوت أما داخل بذروب داخل الدار داخل العرش داخل شغل الظلار في عرمس تغن الرمس أخطر إجراء في عشق دي الدنيا في اسم الدنيا ثربة دي المحنة إلى آخره أم بعد الغشي تغن الرمس أم غرز مني ذا شو يسعى دغم بلوس يسعى الحكمة أسيد يبو الحكمة يبو سيد التجربة ولكن نبي ذا الرسول في كسيد ربي سبحانه عز وجل خطر استفاهم الرسول مصطفى يعني اختار رب سبحانه هكذا ويمك اختار الأنبياء والرسل برمي الصفة تسعى الأنبياء والرسل سعى صفة الحكمة والسجس هذا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة في ثلاثة ويزكيهم معنى يربيهم صافي في النبي يسعى وظيفة التربية ماشي غير وظيفة البلاغ يسعى وظيفة التربية التزكية ويزكي ذاكي ثورت في كذا لا تيوري لا براتيك النظر والتطبيق لا تيوري ربي سبحانه عز وجل يهضرت في التزكية أولا قلت تزكية يسعى عطس للتارم التزكية يسعى عطس المعاني المعنى غمزوارو المعنى يس الارتقاء والنمو الارتقاء يعني حاجة يتسالين يتنرنين يتنرنين هذا سي بور سا ما راهين الشيخ غادي يشرح الزكاة راهين وين يسكان غادي يسنرني ربي اين يسعى الله رزاقس المزكي ما راه يزكي منها غادي نرني الرزقيس غادي تزاد وري القسارة إلى المعنى وايض معنى يس التنقية نغط التصفية ستادير التزكية معنى التصفية مثلا التزيزدي أم ذريم مرثيس كيف فيس إزكا فيس دي إخا كما جماعة الخير أصير فان يتزكي المعنى يس ربما يشم شوية الغلاظ التاجر ذي غلاظ ذي غلاظ الميزان ذي غلاظ ذي الصرف ميزان داري غلاظ الله أعلم ثورة ما يزرع إذا قد يأذي الصفي ولي زرارة ما ردس الزكاة القدرة ربي أذي الصفي يكون رزاقيس صفي كلمة التزكية ربي المعاني يسعى سعى المعنى النمو والارتقاء سعى المعنى والسين التصفية والتنقية هذا وسمانس لغة علماء الصوفية سمانس التخلية والتحلية معنى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل هذا
إذن ديريم يدينا رب سبحانه ويزكيهم. صافي نفهم كلمة التزكية. لأنت الآية الثياض مثلا سيدي ربي ناد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها في صورة الشمس. ولذ كان ضرب بدي خلطن فنفسيف إلا ذيس بذور الخير بذور الشر الفضائل والرذائل. ولكن العملية الطرماوية شو دلنا الآية قد أفلح من زكاها ولطفن أصول ترفقا 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 في الأخلاق في التزكية ففي سذي يفلح ففي سذي ينجح. أما ذا مذان أما توشوت أما ذا ذروم أما تدرث أما تموف أكا سوسع دائرة سقم ذا المثغال غرث خلقيث مرة التزكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني خسر هذا استقري ذندامة واستقري ذلخصار. أنا قيم كان دي لاتيوري أن في صلى الله عليه وسلم أسمي دي شكر ربي صلى الله عليه وسلم وشي دي شكر استقي بذات إناس في صورة القلم آية 4 إناد وإنك لعلى خلق عظيم ربي سبحانه يدي شكرنا وإنك في النبي صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم معجزة أخلاقية حقيقة زير الدنيا غكا خطر الأخلاق الصفة إقفضان غروية مجمعة دغورس الصفات التي تفرقت عند غيره اجتمعت لديه. مثلا أطفال سيدنا أيوب أكلت نظر أيوب أدمشي الصفر أكل مشاكل الصفر أكل الصفر سيدنا أيوب. ولكن أدغى ضروية ويسع الحكمة الزيادة ويسع الرحمة الزيادة ويسع حسن التخطيط كما سيدنا يوسف ذرى الميزيريا اللاز ذا مقران. ولكن سن قدر ربي أكس مسنينس أكس الأمانينس أو إتبلاني فيه يخدم ما يسمى بعلم التخطيط التخطيط يسا علم الإحصاء الاستاتيستيك يقولون العلماء يبوا السام يصغرين توري مذانا للجامعات وكذا لا أشو سينا إلاس إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدة يوسف يخدم البلانيس 15 سنة فما شاوت مقرط على كل حال برمي الأمور يخدم في الإيكونومي الاقتصاد كاين ما يسمى بكثرة الإنتاج وتقليل الاستهلاك برمي لي الراجل اللي طبق في الإيكونومي باش أثني السفر سيطيق غلوساع سيطلة مرتفعة تساكيني إنس الإنتاج لا برودكسيون لقد تجهد ولكن الاستهلاك لقى يلي شطح أي غير أخطر أتسسن 7 سنين ثياظة من اللاز ما تجمع ذوك صفات الأنبياء والرسل نجمع أن تدغر في صلى الله عليه وسلم وكيل مقصود. لذلك ربي سبحانه عز وجل يفكي الصفة يجي يمدينا في سورة القلم الآية 4 وإنك لعلى خلق عظيم. يونواس يسد اسم هشام بن حكيم نصحبي استقصى سيدة عائشة ليش وسينا إن يس أنش ثلاثة رفقا النبي صلى الله عليه وسلم خطر تمتوصيس أم المؤمنين السنيت إلى آخره أشو السنة ثنا يس كان خلقه القرآن يعني أين كي قلن لي فالور لي برنسيب القواعد الأخلاقية إي قلن ذي القرآن يطبقي ثنتن في صلى الله عليه وسلم ذي السيرينس ذي ثو ذرثيس ذي المسينا كان خلقه القرآن. صافي القرآن يوصف يديد من بعد نتسى يطبق يفكاد يعني الصورة نموذج لكونكر يتسيد يفكاد أبرينا يغدي الكنياب يفكا يغد عطس الأحاديث الحديث أمزوار وينات ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. المعنى ليس ولاش الخذمة يسعى للاجر ذام القرآن الصاين غير سيدي ربي يوم القيامة أم تصرفك علين. هذا وكي الحديث واضح يسد الحديث وايض ينادي إن من أحبكم إلي
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني أنوي أريس عن الزهر يوم القيامة أذي قمر ثمن في صدار يسلم أنوي كحمل أكثر في صدار يسلم وين يسعى ترف قاعلين أكثر ذو كذ الباران. الحديث واضح يسد الحديث وايض يسقسط ونصحب ناس يا رسول الله ذي شو ثمت الخذمة ثيك سكشامن يكتاوين إمذان غير جنث أطاس سيني فردان يتساوين أطاس غير جنث إن يستقوى الله وحسن الخلق الخوف الربي أكد تصرف قيلها سيني فردان دوفوا في قذكي يتساوين أطاس غير جنث الخوف الربي أكد تصرف قيلها. إلا الحديث وايض إن النبي عليه الصلاة والسلام إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أنواع المؤمن ومن كمال الإيمان خطر الإيمان سيدي دوغري درجات أنواع إن سوين يسعان ترفق علينا وقص الأحاديث يظل مغدينا إلى الأخلاق ماشي يرون كان ينسلمن يرون كان حنا في حنا خاطئ ممروية أكن فغون اللام إلاق أدفان صرف قلنا تقرز ولا غروية ماشي يرون كان هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو بضربي أندث الليل ذي كل زمان ذي كل مكان ذي اللغة العربية كلمة تجي حيثما اسم ناس زمكانية زمكانية يعني في كل زمان وفي كل مكان أبقى ضربا دثلا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مثل خضمضيون الذنوب يوثن السيئة سذبع صلاقهم ذي الحسنة الحسنة أتمحو السيئة وقل معنى ليس وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أين ديوسن الحديث الذي القرآن ربي النات إن الحسنات يذهبن السيئات ستا دي وقت الحسنات هذه رحب لأس واحدة ذلو بني ثم زورة يقد يسيون لكيني غوري 50 سنة جامي ظلم بس قرار سيطة رطار إبالك درات ربي كلش هذه في 50 سنة هذه سوى شوية الكوراج بيان سور هذه يظل بيان يكثر من الطاعات وكذا إزمار دي خدمة رات ربا جش كيف نورمال وهذه الحقاوة مزورة نفسها عن أشعر يقين سنين لسونسيالة هي تبذى ربي سبحانه ذا يا وذي يقبض ربي وفلات أي غردني غوال خط ربي ذينا إن الحسنات يذهبن السيئات باش شوريت سيئ ولا قريم ذي حق روايض هذه سيون ذا جدي دوبل في ذا ساكن بيش مال جامعة ولا ميسع 60 سنة ميدي الطاعة دوبل في ذا جدي ولا قاتل ولا يرثموه لي قال الشيخ شي طروطة والله منظرة نكون إنسيه ذي ربي الحمد لله نكون إذا غدي هذان ربي غدي هذان وذاغ ذي المدينة ربي سنة ثلاثة الأمراجي إنات سيد الرمد والهار الدواوية إنات كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بنعمة الهداية. وفي آية أخرى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب يا جماعة الخير هذا نفهم هذا الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ودنارا سعود صرفقا أكذ المؤمنين أكذ مظلة نغكذ الجيران نغكذ مولان خاطئ إن الناس ألور مثل كلمة الناس أردير كل موند يكو ولا شك بدون استثناء أو أنت فيض سعود صرفقا يلهان أروس وإلى قارة أدفان السيدار ترقى وتحذيق ضارة والظريف ضارة خط وقيل معنى الحديث أن كمل ذي لبراتي كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو يخدم نتسا يغال نسيد البروموتوري الصحابة وثيك يخدم نتسا كل أنبياء مزورة سيدنا عيسى عيسى الحواريين الحواريين وقذني لم يدس تبع أنتم ميس إلى آخره أثني تربي وفي وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كيف أي تربي الصحابة أسين تربي سيفص حسن تسوي القرآن القرآن من دين سنة دي غر باش أثغر أتحفظا أتحفظا ذلك شوية شوية وثقي ذلك الحكمة النظام
إلو كان دين سين القرآن نسخة كومبلي تنزل في النبي صلى الله عليه وسلم بون تاد الرسول سي فاسيل تيحفظ إيويا مش تحفظان وشفتوا هذه الآية السلام قبل حين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت ذنتسا اللي شرف على تربية الصحابة بنفسه نزلت الآية فما كدني موزعة على مدى 23 سنة في علوم الشريعة إنه القرآن في علم القرآن القرآن نزل منجما شو معي اسمه منجما يعني موزعا على مدى 23 سنة 23 سنة أدي نزل شوية شوية باش تحفظ الصحابة وفي نفس الوقت يسعى مقصد تربوي مقصد تربوي باش تنسى ربي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الناس اي غرض ديال القران فيكت نساء غير كفر كفر ينزل دون ديتاي لون دو كيف كيف الكافر الكافر ولكن فغانا الشاذل لنا سيرو دين زينار ضربه وحده ربي يرد الجواب وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا تثبيت الفؤاد ورتلناه ترتيلا من مقاصد ذلك ايضا التربيه النبي عليه الصلاه والسلام يصرف الصحابه يستفغد ماشي لي فوتوكوبي دي سوفا باش نفهم مليح ام كل اصحابي يسعى سي كاركتيرستيك خصائص متميزه لو كان شي نخسر كان مثلا اشيني عمر بن الخطاب اداس يوصل الصفه المخيش واحد سهل صفه الشجاعه قوه في الدين هكا سيدنا عمر عمر العادل الفاروق اسمه عمر الفاروق ذحقاني لذلك الحسن البصري هذا يرضى ربي فلاس إن يسعى أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل سبحانه مد فضل سيدنا عمر أدمثل العدل مدمثل العدل أدمثل ربي سبحانه عز وجل مارحنا بكر الصديق هذا يرضى الرحمة رقيق التساس ما شاء الله يسعى الرحمة ماشي معنى الصحابة ويسعى الرحمة ولكن سعى صفة بارزة ثفرات سيد علي الشجاعة علي رضي الله عنه عثمان الحياة الحياة الرجل الذي تستحي منه الملائكة كيدير النبي صلى الله عليه وسلم فيركز يستحي الملائكة أدمغتيظ أبو عبيدة الأمانة وعبيدة عامر بن جراح أدمغتيظ زيد بن ثابت وقي ذا النوتر بين قوسين الصحابة مختص في الفرائض الفرائض الفريضات نسين تخدمان ويان السنان ولكن ساي السن أكثر ذا نسين ضاري في روس ولي كان فينا المواشد نشوف ذي نسان تازك خلاصة النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صحابته صحابة رجالا يتكاملون ولا يتكررون ماشي لي فوتوكوبي كل يوم يكمل غيب يغدي الحديث إناد أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت المدينة في الأخير ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح ثورة خاتمة الحلقة العبادة تجد خدميه أكن ملات جميع العبادات عندها علاقة بالتربية بلا استثناء أما تصلي أما لا إله إلا محمد رسول الله التوحيد التوحيد يثمر التربية أكنك سعى بنادم العقيدة التوحيد تجهد أريلي تربى باختصار كانك تصلي كيف كيف تسلم كل آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العبد ما يتصلى غادي فعدي وين يشمثني وين يخسر رمضان كيف كيف الزكاة كيف كيف الحج كيف كيف يعني خلاصة ياكل عبادة سين عبد ربي سبحانه سعنت مقاصد تربوية نقطة ثانكاروث أكن مال الله ولا شوار سينين ينكر حوايج غير تربية لا السبة انت مغر ولا السبة انت مسني يعني
وريس زميري ولا كينيك وحواج غرات رفقا برسكم قراضي العمر خاطي غصم قراضي العمر لفذي حواج رفقا ألا ما يموت ولو كنت يحفظ شوية شوية هكا ولاش ولا كيني نحوج غير طرف يا باسكو غريغ ناقصنا محمد لا عذر اكن من لا نحتاج الى قواعد تربويه نفصل ان شاء الله في الدروس القادمه والسلام عليكم.